عزيزي الدارس، سوف نتكلم في الوحدة الثالثة عن محاسبة تكاليف المراحل. يتم استخدام محاسبة تكاليف المراحل في الإنتاج المتشابه، ولا يتم استخدامه في الإنتاج المتقطع. فالإنتاج المتقطع يتم استخدامه في محاسبة تكاليف الأوامر كما مر معنا سابقا. أيضا يتم استخدام محاسبة تكاليف المراحل في الإنتاج المستمر، مثل إنتاج السيارات وإنتاج تعليب الفواكه وإنتاج المواد الغذائية بأنواعها وأشكالها. وسوف نتعرف في هذه الوحدة على تكاليف المراحل الإنتاجية. لابد لنا أن نتعرف على أنواع المراحل الإنتاجية والتي سوف تواجهنا في الحياة العملية. أول نوع من هذه المراحل المراحل الإنتاجية المتتابعة. ونقسم المراحل الإنتاجية المتتابعة، ننتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وتعتبر مدخلات المرحلة الأولى هي مخرجات وتعتبر مخرجات المرحلة الأولى هي مدخلات المرحلة الثانية، ومخرجات المرحلة الثانية تعتبر مدخلات المرحلة الثالثة، وهكذا حتى يصبح عندنا مخزون إنتاج تام. النوع الآخر من أنواع المراحل الإنتاجية المراحل المتوازية. ونقصد بالمراحل المتوازية أي أن المنشأة تنتج أكثر من منتج في نفس الوقت. فلو لاحظنا هنا معنا إطار السيارات وجسم السيارة والمحرك، كل منهم يمر في مرحلة واحدة ومرحلة اثنين، أي أن الإطار السيارات يمر في مرحلة واحد ومرحلة اثنين، وجسم السيارة أيضا يمر في مرحلة واحد ومرحلة اثنين، والمحرك أيضا يمر في مرحلة واحد ومرحلة اثنين، وقد يمر في مرحلة ثالثة حتى يلتقوا في مرحلة واحدة، ومن ثم يصبح الإنتاج إنتاج تام. النوع الآخر من المراحل الإنتاجية المراحل المتداخلة أو المتشابكة. كما هو معنا في الشريحة، نلاحظ هنا معنا مرحلة التجهيز ومرحلة الغلي، أي أن المنتج يمر في بعض المراحل ثم ينتقل ليكون منتج بحد ذاته. فلو لاحظنا هنا مرحلة التجهيز ثم مرحلة الغلي ثم انفصل إلى الزبدة والجبنة والزبادي، وكل من هؤلاء المنتجات يحتاج إلى عدة مراحل ليصبح مخزون إنتاج تام.